شيخ، درسنا بالأمس في كتاب الفتن بأنه لا يجوز الخروج عن الحاكم ومنازعة الحاكم إلا إذا ظهر منه كفر بواح، فهل واشترطنا شرط أن وجوب أن تكون العدة يعني تكافؤ القوة، هل تعتبر يا شيخ مثلا إذا لم تتكافأ القوة فكانت عن طريق مثلا الاغتيالات أو الجماعات السرية التي تقوم بعمليات مثلا كما يعني يفعل الآن في بعض المجتمعات، فهل هذا يعتبر من المنازعة وهل هو جائز أم لا؟ إذا كان كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان وقدر أن يقتل هذا الذي فعل هذا الكفر البواح الذي عنده فيه من الله برهان فلا بأس يقتله بما يستطيع، لكن أن ينازعه ويأتي علنا بدون أن يكون عنده قدرة فهذا لا يجوز. ثم أن الاغتيال أيضا يجب أن يقيد بما إذا كان خلفه لا يكون مثله أو أشد منه، لأنه ربما يكون خلفه أشد منه، فحينئذ لا تحصل الفائدة. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة يجب أن نعتبر بما سبق وبما لحق من حصول الفتن والشر والتنازل